هرمون النمو. لا هو يا عمي هرمون عظيم. هرمون النمو شو وقت الطبيب يدزه؟ وإن من يدزه المفروض؟ أعتقد اقتصار القانون. أي بس هذا يكون يلحقونه. الجروث هرمون يدزه إن من الأطفال، بس شو يسوي؟ هنا يفضل من المختبري. هنا اكو سؤال حاط لكم اياه بالمنهج، شلون تعرف اكو تقزم بالنخامية لو لا؟ من خلال الجروث هرمون. طبعا هذا حتى يفيد دول اللي يلعبون رياضة البودي بولدينج. هسه راح نجي عليه ليش يفيدهم لهم. يعني اجاكم طفل، اكو مرة فيديو دزيت لاحد الجروبات، اذا موجود هسه ادز لكم اياه. هل هالطولة تشوفوه تقولون هذا عمره 10 سنين، بس هو عمره 25 سنة. سبب ايش؟ انعدام بالجروث هرمون، انعدام ما موجود. ليش؟ لأن هذا راح ينشط لكم مركبات هي تستهدف خلايا الجسم حتى تنمو. هاي واحدة من الوظائف الأساسية، يعني وظيفته الأساسية هو بيلدينج بالجسم. الوظيفة الأساسية للجروث هرمون بيلدينج، بناء. زين، شلون أعرف أكو تقزم؟ إجاكم الطفل. إيه، مو قبل سحبك حللت وطلع قبل، لا. اسحب له أول ما يجي، حطه جنب تيوب، واكتب قبل. إي، اكتب على تيوب قبل. وراها ايش راح تطلب من عنده؟ ومذكورة عندكم بالمنهج. يصعد درج، عندك طوبة وغرفة فارغة، كلها العب. خلي العب في الساعة. يعني الطفل يلعب وراه، حتى الاهل راح ياخذون نظرة غير عن هذا بالمحتوى، مسوي له غرفة فارغة للاطفال. حتى اذا تسوي غرفة خاصة هي للالعاب للاطفال ويسحب الدم مال الاطفال، لان الطفل بس يشوف الاسمنجة العياط راح يوصل لبداية المحلة. انتم ما شايفين الاطفال من يسحبوا له الدم؟ كارثة. اللي عمره سنة وسنتين، يراد أربعة أسيد اسمه، واحد يسم إيديناته اثنين، واحد يسم رجليناته، وحمده شلون؟ فهنا شو يفضل أنتو شو تسوون؟ هنا تقول له هاي طوبة العب، ورا اللعب، شو يصير؟ ورا ساعة من اللعب يصعد، يعني النظام الفسيولوجي مال الغدة النخامية الصعدة، وين؟ بالنشاط. الصعد شنو؟ الهرمون. وتسحب له دم وتقارن قبل ما يلعب رياضه ورا ما لعب رياضه، مو لولا قارن بين بيني. المفروض ورا هذا الاكسرسايز اللي هو سواه ساعه كامله ويلعب، وانت جيت قعدته وسحبت، المفروض يطلع عالي. اذا طلع قليل واذا طلع صفر، اكو هرمونات يعني طلع صفر صفر فاصلة صفر واحد معدوما، وبالتالي تقول الخلل وين؟ النخامية نايمة. ليش؟ لأن أنت استثاريت الغدة النخامية بيش؟ بالنشاط. بالنشاط، يعني أنت تخليه يلعب يبذل جهد حتى يرتفع، ما ارتفع معناها الغدة النخامية باي باي خارج. هذه أهم فقرة بالموضوع. تريدون الطب ملاعب الأمور الأخرى للهرمون؟ لا تطبون بها، تنتظرون. بس اكو اشياء جدا مهمه. اذا كان بالصور وخصوصا ولادي راح يسبب لكم تقزم. تقزم. اذا كان شنو؟ بالصور ولادي اجى من الدنيا هو وموجودين بمال، مو الولد. شلون هذا الممثل الله يرحمه سنفور؟ بالصور ولادي. مو مثلا هسه اني خليني اصير يعني قصور بالدرون، ايش عندي بعد؟ الحمد لله 184. فالبالولادة راح يعدل تقزم. زين اذا عكس عكس اكو يمكن واحد بتركيا او مصر ما موجودين، يمكن ثلاثة امتار طولة. اكو اطول واحد بالعالم، هو يكونون اطول واحد بالعالم، لان كرات السلة هو شنو الخمر ما يطول نفسه يمط نفسه، لا. اهلنا قبل يقول العب عقله حتى تطول.
هي صحيح بس شنو هي الموضوع الفكره بالموضوع؟ العب العب حتى تحفز نخاميه اي لذلك من تلعب رياضه وهذه لا تاكل وراها حتى لا يصير كبح لها ورا ساعه اي يلا تاكل يعني نتكمل اللعبه ماتك يعني كريستيانو دكتور امير تكمل الماتش ماتك اي لا كبار تقول لهم انا جعت وتروح لا ابقى جوعان ابقى خلي الهرمون يشتغل عندك اكو امور غير شرعيه ياخذوها لان قلت لكم هو شنو هرمون بلدنج بنائي جماعه البودي بلدنج كمان اجسام ياخذون اوفر جروث هرمون حتى يبني جسمه اوكي بناء اجسام احد الادوار ايضا ثانويه اساسيه للجروث هرمون يرفع السكر. ايش عباركم؟ عباركم خطيه الانسولين يلا يشتغل ويسوي بس الدنيا اكو هرمونات مضاده. لذلك اكو سؤال عندكم اللي عنده فرط نشاط بالجروث هرمون يعاني من البول السكري. شنو البول السكري؟ يعني سكر بالادراك. ليش لان مضاد واذا بقى غير كلش عالي فرط كلش عالي خارج سيطره الجسم راح يسبب فشل بخلايا بيتا اي مثل الكلى الكلى مو قلت لكم تفتر الدم زين المتى كم يوم يومين ثلاثه السكر عالي قلت لكم راح تقعد مو فالبنكرياس نفس الشيء خلايا بيتا هي تنطي الانسولين تفرز وذاك يرفع تفرز وذاك يرفع ما كل شيء مو ولا فش راح يصير عم بتروحه يعني بابا عليك جروث هرمون يقول لك كافي مو كافي ماني تعبت قال هذا الموتور قال اروح اروح انام دايبتك تايب 1 خلاقيتها قاعده تبعك مو رجعوا للسكر اللي اخذناه دايبتك تايب 1 السوالين مالك بعد بح مو ديروا بالكم هذا هو الجروث هرمون موجود عند الكوكب